إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برهان خوشكاني بريز هاتين توخزمت تام بو پشكش كدني بابتي كتن لسر زنجيرة دروسي تنها واحد. وكو اغادرن لحفتي رابردوها لحفتي بيشوا فيديوك من تسجيل كل سر او جماعته كبناو قران يكان لبيني خلق ناسراون ومن كان لهم شيطان يكان لفيديو رابردوها ايته كان من بيشان تندال قران بيروز على سر اتباعي صلى الله عليه وسلم وسلمان من كالله عز وجل أمر من فيك باتباعي صلى الله عليه وسلم. ولم فيدوا إن شاء الله أما جماعة ضال مضلة في أشناس فشوازك وسيعتر وباشتر وبرفراوانتر. فرزان أم جماعة كلبيني خلق بناء قرآنيين ناس راوان لدو بشي سركي بيكين. يعني دو جماعتين لهم جماعة كان يعني سردسي جماعة كان دو جماعتين. يك لو جماعتانا كسانك انك حديثة متواترة كان ردوناك يعني بون من الشيوازي نشكردن حديثة كاني بالتواتر هاتو او امتش هندين سارة مثلا امتي اسلامي لسر اوية هيتش اختلافي كانية كمثلا نجي باني دو ركعتا نجي نوارو شو ركعتا جماعتك لم جماعة الشيطانية ام احاديثة متواترة عنيان قبولة هندك لا احاديثة متواترة كان وكو شوازي نوش كردن وكو شوازي حج كردن يا هندق لمسائل كان كزور زقو برشاو مهمة لإسلاما حديثة متواترة كان يعني لسري قبولو باقي حديثة كان ردكنو كأم نوع جماعته هر دن قلبيني خلق آية تقريبا نزيق بچل صالة چل صالة مبربولة شاريسنا من اللي دايق بوي شاريسنا ميتر لشاريسنا كابرايق بناو أحمد مفتزادي غور بغور خبيثي مشرك كابرايق بناو أحمد مفتزادي سري هلدا تقريبا نزيك بچل صالة موبر ام فكري قرآن يعني هنا برو هرتا ايسا شهر هندك دعا كوتوية ضال ومضلي هيا كأوانش انشعابي عن كروبون بچندس و جروب وفرقائك وبهر ترتيب او عن معتقدن باوريان لسروية حديثة كاني صلى الله عليه وسلم هم يرد كانوا بلان او حديثانا كبتواتر هاتوا وكو شوازي نوش كردن يا شوازي حج كردن اواني انا قبول انا باقي حديثة كاني صلى الله عليه وسلم فكوم الله رحمه كيرد كنا. أما أم جماعة للشيطان يكان تقريبا ما ويك يعني فتريك الزور نيس اللي أنا هالضاوة لتوركم الله تكان الناس راون أما أنا جماعتك إفراتين يعني تواو حديث كان صلى الله عليه وسلم رد كنا. حتى شوازي نوي شوازي حج كردن يعني بيرو باورك وا مسموم يعني هيا باورك إنسان في سيدة تعجبك على أم كابرا مثلا بو بري أقليو أو أقصاك بو بري أقليو أما أدلة كان يانا هندق لو بيرو باورا باطلانك أم جماعة أحيانا إن شاء الله من تسجيل مكروه يعني نوسي وما يداشت مكروه بو إيواشي باسا كنك بزان نم جماعة تشي تقريبا نزيك بس سي سعاد محاضرة كان يانا مجوي قلتوها زول لنوسينا كان يانا مخندوتو لقورة كان يانا وكو محمد شحرور وكو أحمد منصور صبحي وكو أواني تريان زور متابعيهم جماعتهم كل كبزانهم علين شي بيرباور يعني لسر شي دامزرا او تعويلاتك اي كان بو ايات حديثه كان شي علين شي يعني بتفصيل قيم دي انجل تو بلام قشتم بوي كي جماعتي جبال ومضل وسل شواون دعك وتو شيطان ولا قل دجال هيش فرق كاني هاتون بو قمراكت نو سل شواني خلق اما برزان ليكم خاله واقر بشوازك زون مختصر باسي أوش تانا بكم كأوان معتقدن لسرين وباسي أو أدلانا كأوان استنادي في أكنو قرآن كيان في تحريف كدو يا تأويل يان كدو ميلي فان جالب لها مشتك بلا ويكي باسي هشتك بم فرسيال قرآن كيان أكين هرش من ليريشو داوا أكم لحركس يكا منتسبب من فكرة
اگر شتك بخوت اشكبي اگر شتك لخوت اشكبي او من حاضرن بو مناظره او من حاضرن بو مناظره جاب عربي حسب كي هلا خدمت تايم بفارسي حسب كي هلا خدمت تايم بكرديش حسب كي هلا خدمت تايم بو سيزمانه هر كسي ام بيرو باوري بو او من حاضرن بو مناظره كردن لقال هر كسي كاك منتسب بن فكره باطلو اما بلو كي ام باسي فكره كانيان بكين باسي تاويلات كانيان بكين بو ايات كاني قران ام برسيال لم جماعه اكين ايوا حديث كان صلى الله عليه وسلم رد كانوا بكيف خطه الين قران مبين واتاشكار واضح بينا في ويستي بهيج شرح وتوزيح وفي بهيج شكناك شلون خوتن دعني شن توضيح دن بالقران ها اجر ايوا الين قران مبين فيويستي بهيج شرح وتفسير جنيو آيات كان هرها موكي واضحه أشكار وبينة أي خوتن بوشي تفسيري بوكن خوتن بوشي تأويلي بوكن لجورة كان تانو يسيين سر تأويلات كان تان كشون تأويل لكن بو آيات كان القرآن فميلي خوتن الله نما وايا ومعني وآيات وايا ما معني كي وايا شون إما كسي عقل يجزر عقلي به من شون شرح وتفسير كي محمدي بيشوا صلى الله عليه وسلم القرآن كيف ونازل بو وازي لبنهم بين بلا شرح التفسير جيتو بين بلا شرح التفسير جي محمد شاه حروري خبيثي دجالي دعا كوتوي شيطان ها وازلا شرح التفسير صلى الله عليه وسلم بينهم كرب كعبا فما إن هو إلا وحي يوحى بين بلا شرح التفسير جي أحمد منصور صبحي زينة والله شيء زينة وآياتك شون تفسير جاتو يا أوجو ركاني ترتانا واني ترتانا بين بلا شرح التفسير جي إيوه توك شرح تفسير ردك يتولي قرآن مبين وآشكار وواضح خود بوشي شرح تفسيري بوكي ها خود بوشي شرح تفسيري بوكي أما برزان لخالي كما لا قرآن يكان لا أم جماعة إفراتية لقرآن يكان نوش تنيان سيدا يعني سي نوش واجبة إما مسلمانان بينج نوش لا ما واجبة نوش يعني نوش نوارو نوش عصر نوجي مغرب ونوجي عشاء قرآن يكان يعني وجوانا كان بفي أمرين شيطان يكان ويونا وحيف إنسان بو جماعة الضال مضلب له قرآن يكان بل بفي أمرين شيطان يكان بو دعاك وتيو قرآن نين إمام ينبهندك لآيات كان القرآن هيو زورتر لهندك الرد كانوا يعب كيف وهو وآرزوي هو يعني الشيخ ومشايخ كان يعني تفسير يكان أما لما ذهبي شيطان يكان نوجتنيا سيدانيا الين نوجك بناو نوجي روج وجودي نيا الين لروجا عباده وجودي نيا نوجي وجودي نيا ليش تنيا على شواكه الين نوجي فجر بلويكا شمس بعربي يعني خور بلويكا خور طلوع بك دار كبد نوجها بلويكا خور كامل طوابه الدنيا ببشو نوجها بشويشا نوجكي طو سنوجا الين بروجا شتك بناو نوجي وجودي نيا على نوجي نوارو نوجي عصر كمسلمانان اي خنان على مز تناعي خلق خلق دروسي كروا خلق دروسي كروا معاذ الله نالن صلى الله عليه وسلم امري كدوا يا وانوجي كدوا بل علينا ما خلق دروسي كدوا نوجي نوارو عصر ماني اوالا اما الشيوازي نوش كردني ام جماعة ضال مضلة شونا برزان قرآن يكان يا شيطان يكان ناو جوانا كان كاتيكا ارون بون نوش كردن روبا قبلة بس نجا وش هر بحث إن شاء الله دا منا ولا كده جاك كسيق لم جماعة الظالم مظلب هيابو بمنازرة كده أنا إيش هم يمطرح كين كأصلا ويسان روبا قبلة شون يعني بس ما بناء روبا قبلة بس آيات كي القرآن إيش بس أجين كأوان شون استنادي بكن شون تأويل يعني بو أوان هم هم آيات كان بالتأويل وبعقل خويا ورا يعني بس تيجي تقولي ناقن أما روبا قبلة أوسطا وكو شعير أفضى بس وش تبرز ناقن إما كاتك نوجا كين مسلمان لبرا بانج دين اوان بانج يانيا ام جا قامت كين اوان قامت يانيا ام جا روبا قبلة اوستيني مد دس برز كين اولين الله اكبر دس اقرين اوان دس ناقرين وكو شعرا فضل دس يان داخل اوان نا بانج دين نا قامت كين نا الله اكبر هيج وقايج يعني حيث في املي قايج وي قايج هشتا وكو اوان يقا ذكر الله سبحانه وتعالى قال قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حيث في أمبلي جاء عقله وكواني بارتتي روبا قبل أوسن ببيوي كدس برزو كان ببيوي ك
بانگ بدن اقامه بکن یا الله اکبر که هیچ هوا رو آوست همجا قرآن اکی که طوابه قرآن اکی اخوینه تو طوابه تبی رکوع اروا بو سجده مستقیم اروا بو سجده لسجده دوباره اسماء الله اخوین نوانایت کن قرآن اسماء الله اخوین لسجده که لسجده برزابو مباشر یکسر حلاسه تپا حلاس نپا دوباره قرآن اکی اخوینه دوباره مباشر اروا بو سجده سجده که طوابو طواب و که ایم نیه مثلا نیم کرد که نیوجکن من که طابی من السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله بعدین خاتمه دیم به نیوجکن من آوان آوانی آن نیه هر یک سر ده نیشه تو خلاص حالا سر ده خب آروا آروا بدیو ایشو کاری کرد آن نیوجکن آوا نیوجی قرآنی کنه رکوع یان نیه آوش تانه که ایم ایلین ل نیوجا مثلا سوره فاتحه فین آوان نیه نه لین هر سوره کت خوش ل قرآن بیخونه يا او ذكرانا كإما لا سجود ركوع هيك يعني أو أنا لين بس أسمع الله بثنين طواف يعني نواجه كان أبو شو هذا بميل إخوان بكيف إخوان قوري ويانا تأويلات كان بيك روا الله نواج أعمى أبي خلك أو نواج كان أي الله نوي كسل الله عليه وسلم كذي الله هم يباطل نعوذ بالله نواجني وارو نواج عسر الله خلق دروسي كذي أو شيء أنا ما هم يباطل هم يدرويا أعو الله من أبو الله سبحانه وتعالى بس هي نسر تناقض كان يتريان يعني يقدر كسك لما نام هيابي إن شاء الله أبو مناظرة أمنة تناقض يعني هي يعني أمنة تناقض يعني هي يكدوسي وشوارو دو صوت وصنية إنسان لهم شو نقاطه أنا بريان في بقري في بقري مو باقي إيش تكان يعني لسه نوجيش إن شاء الله دوبارة أقرين ولان هون منا ألين بسرهاتي معراج هم يدروية ألين بسرهاتي معراج واجبوني نوج ولين هر هم كدروية بكمل دروية افتراء خلق أول أم جاء ألين الجنان أويك ألين لكاتي حيضة لكاتي سوري مانجانا أفرت أنا بينج بكن يا روج بدنا الله دروي وخلق دروسي كروا ألين أفرد لكاتك هن خوش يجبي واتا سوري مانجانا تو بسريا إلا هر أبي نج كان بك أبي هر روج كشي بقري بويني وازد نج روج بينه وازيل نج روج هنا ألين كافر بوتو كافر يعني لايك دا ولا قران هل شنوان تكفير وش تناك ان شاء الله ينسد بيرو باوركان شي انا بواري تكفير ولا بواري كافر بوني خلقه وينسد واش او بالنسبتي حيضي افرتيش الين افرت كلا حي بابو ممنوع التركينوش بك ابي هنو جكي بردوان بلا سيري وابي روجوش بك الله وخلق الين نابي بك يعني واحد يفكاني صلى الله عليه وسلم بقسي خلقنا وبنعوذ بالله ام جا لروانقي ام شيطان يا نوم ماني مباركي رمضان فقد لروانجي ام شيطان يانو ماني مبارك رمضان تنيا لزستانا يا الين ماني مبارك رمضان تنها لزستانا يا الين ماني مبارك رمضان ناقر يصيري كان فرزا بنسبتي هلالي مان بنسبتي رؤيتي هلالي مان مثلا هم وصالي دروج باز دروج رمضان شنكي جيب جيبي مثلا لده صالة رمضان ل زستانو شاهد كويتا مثلا ربيع ربيع بعربي يعني بحار يا كويتا صيف صيف بعربي يعني هاوين يا كويتا خريف خريف بعربي يعني فائز يا كويتا شتاء شتاء بعربي يعني زستان اقور دري او انا لين ناقور بهي شواز ربتي بقمر وهار نية وألين ماني مبارك رمضان النية لزستانا يا. والدليل جاوان ايسا هندق للتأويلات كان ينباس قمبو تانر بو فيكين الكوتان با زان الجماعة تشني ظالو مضل وقمراه وسل شباب يعني هاتوا أليش ماني مبارك رمضان تنيا لزستانا بوشي لزستانا كاكي شيطاني ألي اللي برأوي ككاتك وحيدا بزيبو صلى الله عليه وسلم كقراو بمالو فرموي بدايك إيمان داران خديجة رضي الله عنها فرموي دام بوشنا ألين أو دام بوشانا لترسي رؤيتي جبرائيل نبو بل لبرأوي كحوا سارد ألين هوا سارد بو لزستانا بو كقراوة بو ما صلى الله عليه وسلم فرموي خديجة دام بوشينا سرمعنا دوبارة استنادقن بآيتي كتير ألين كاتك موسى صلى الله عليه وسلم لقل خيزان برزكانيا روشتن لوادي طورا يعني لشوينك كموسى عليه السلام نوري كبيني لدورة ويزاني آورة فرموي بخيزانة كاني بابروم آورة تامبو بن ملاي وفصل شتاء بو يعني فصل زستان بو هوا سارد بو موسى عليه السلام بدواي اورا اگر رابو ايك خوي وجنو من علاكي بيگرموكا بويا وحي تنيا لزستانا دابزيوا وماني مبارك رمضان چون الله عز وجل فرميت كام
وحي لليلة القدر دابزي وقرآن من دابزان لليلة القدر على رمضان ليلة القدر لرمضان أو رمضان اشتنيا لفصلي زستانة أو تعويلي من بخوة ألين أصلا ناقرة جاء قرآن كان شيطان كان ألين مانج مثلا أيامي صالك شهر بمانجنيا ألين أيامي صال بعدده دوباره تعويلك بو بوشي كاكي شيطاني ألين وتعالى الله سبحانه وتعالى لقرآن شريفة فرموية كا اگر آفرت مثلا مردكي شهيد بون با چوار مانگو در روش دانشه الله و چوار مانگو در روشه خوربتي با قمر اونية قمر بعربية يعني مانگ خجدية ما في الله مانگ الله خوربتي بدبينيني قمر اونية او چوار مانگو در روشه بي او عد بيش ميره یاك دو سي چوار حتى چوار مانگو در روشه كتابه الله ربتي با قمر اونية يعني او كساني كا الله سبحانه وتعالى افرمي اگر كسيك قتلكي كن ديين ابو بدا بعدو من شهرين متتابعين بعدو من بشتريك يام فروجوبي على دو من خربتي ببينيني قمر ونيا بينيني هلال ونيا أبي أوي يك بيك بشميري أرتابي بشخص روجو طاو هو أوي استنادك أنا لين أصلا من بتور كل بقمر ديارينا كده من بعدد طاو أوالي أما دوباره لفكرة باطل ومسمو مكاني أنا ألين روجو قرتن لغير ما هي مبارك رمضان حرامة وجزء كبائرة سريكن جوان اشتكى حاليون ألين روجو قرتن تنيا لما هي مبارك رمضان أبي بيقري بوي الله عز وجل أمري كدو لرمضان بروجو بن واجقل رمضان بودني بروجو بن طبعا إمي مسلمان الله سبحانه وتعالى رخصي بمن داوى إذني بمن داوى كلماني مباركة رمضان أجر كسك نخوش بو يان للسفر بو أتواني لأيام كترا قضاي روجوكي بوات التكراري بكاتو روجوكي دوبارة بقريتو لأيام كترا رخصة قال لأن الله سبحانه وتعالى القرآن الشريف باشا يا حتى أجر كسك هيج قرزك إلى سر نبي واتماني مباركة رمضان هم يبروجو بوها هيج دينك دين بعربي يعني بكرديكي قرز قرزك إلى سر نيا دينك إلى سر نيا أتواني الرجوع بقريت رجوع سنة أقول بيغمبر داود مثلا صلى الله عليه وسلم كفرسير كلالة بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشترين رجوع قلتن شونا فرمي يكون رجوع قلتنا كي بيغمبر داود عليه السلام كالرجوك برجوع بو رجوك برجوع نعبو رجوك برجوع بو رجوك برجوع نعبو هواو أيام كان عبو شوازه بو بيغمبر داود عليه الصلاة والسلام رجوك برجوع بو رجوك برجوع نعبو شيء ثاني كان ألين روجو قرتن جيكلا ماني رمضانا حرام ولا كبائر ذنوبا بوتني روجو بقري أما دوبارة لقصة كاني تري أنا بلا ألين خوين نوي قرآن باللحن استهزاء بقرآن قالته بقرآن نعوذ بالله سيري كان إما كاتك النوجة كان بونمونا لنوجة جهرية كان بتايبت كاتك النوجة كم بمشي وازا بدنج بصوت باللحن قرآن كافنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أمشي وازي خن نوا أو أنا علينا ويست إزاي بقرآن ودني باللحنه بخنيتو علينا وغناية يعني ممكن قراني ويا وألين كاتك صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام وحيك ابو دابزاندوا بوشي وازن نخندتو بو هر بعادي او كتابت فيوتوا وبيغمر عليه الصلاه والسلام يشل بوشي وازه بخلق راجان فاو والله دوباره لا بيرو باور باطل كان يعني الين ولا بس ما كان يصال ما حتى ما كان يصال ام شيطانيه كان الين بهلال مانيه هر بعدد بيجمين دوباره لقسيكتري انا لا هشتو مال خالي هشتو مالين حد شوار مانيا الان حج شوار مانع يك مانعية يا دهيك نية مثلاً منا أولي مانع ذي الحجة حتى دي ذي الحجة كحاجة كان حج توا وكنيا بحتى تب أنا لين دروج يا يك مانع شهر بعربي يعني مانع كردية كي يك مانعية برا لين شوار مانع أو هر شوار مانع حرامك وأنا لين أيام حجة وكيف بتخرج بوله شوار مانع هر روج قلب جرا ربو حجو وكو حجي قورايا إما خمان آلين حجي عمريا تمنتعيا عمرا وانا لان أو شوار مانا هر روجي حج بك حجي قورايا هيج فرق كينيو حج شوار مانا نيك مان يا أيامك خاص أم جاء لان سورانا ولا نوا دخالي نهما
علين سوران وبدوري كعبة الله يا للسفا ومروى علينا وبرعاي خلك خلق دروسي كدوا علين شتك سوران وما نيم بدوري كعبة نعوذ بالله يعني وأنا علين أمشتك صناعي خلك جاءت القرآن تحريفك أنا واجد يعني شين يك بيج لسنم خلانا كنوسيوا تأويلات كان يشان بين مجاب يشان ما مو فيديو كي بسعادة بش ما ناقة بو يا أونشت يعني يا كبد بيرو باوري باطلي خوي أنا هاتن تأويل يعني كدوا حزوري بيجي استدلالك أو بيني بلينا وتأيس نادك روبم آيتا جوابي آيتا أما هو عزوري فيك آيتك القرآن تحريفا جن أليت أو توافى ما بس لو نيته بسورة لو بدو كعبة أليت سورة نو بدعية أهلي بدعية كعبة حرب نابي بدور يا بسورة تو يا صفا ومروة بهيش وازن نابي بروي تبي تو والله بدعية خلكه بوش وازنية لدهما ألين حجر حجر الأسود أو بردارة شكك لكعبة يا الله إنه بخردنا وبحر الله إنه بتفرسية خلق بتفرسية قارف دهرو بردا الله إنه بخردنا وبحر أو بي وانا منيت بهي شوازك لا خلق وانا منيت لا حول ولا قوة إلا أم جاء شيطانيا كان رجم بخرافات زاني رجم رجمي زينة رجمي محسن زاني محسن با خرافات زان الله نوا خلق دروس كرو فناب الله خرافات وعصو اساسين نعوذ بالله كبرز رجم لبابتك بتفصيل باسم كرو للتفسير او دعايه لسوره المائده كل رابدو باس مان في قناه تليجرامكم قدامنا وان شاء الله يكون بفيديو رابدو باس مان كردو باسي حديثه كش مان كدو لسر رجم بتفصيل باسم كدو ان شاء الله اجر كاتب لك كتاب بتفصيل باسي رجم شكين امروش هن عندك كس او كبرنا يشيبو ناو كشم لبيرو شو دانك بناهم داعيانا لفيسبوك أيش الله اشتك بناو رجم مانية فنا بالله أوين ردي رجم كات إلا وهو كافر هركسي ردي حكمي رجم بك إلا وهو كافر والردي حديثك صحيح صلى الله عليه وسلم كدوة في غمر عليه الصلاة والسلام لأخوي وهيش حكم نادا إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى رجم حربلة إسلامي لكتاب التوراة هم حربلة إسلامي يعني أصلاً شأن نزول يو آتانا كالسورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قديم كاتك صلى الله عليه وسلم منزول بمختصري باسي حديثك دعم بكم كل رابدو بتفصيل باسم كدوا كاتك صلى الله عليه وسلم تشي في بردن مدينة يهودية كان هاتن وتيان أروين الله صلى الله عليه وسلم فرون الله في غمر عليه الصلاة والسلام أم حكمي في بوباس كان دوكس لوان زيناي كربو أوان عادتيا وابو قال لأشراف وقوركان يان كسي زيناي بكر داي رويان رشكر سواري كريانا كر جلدان ليدا وبناو شارع يان فلان ودو أبريان دا لرشو روتكانيش يان كسي زيناي بكر داي رجم يانا كر أم جاكاتك صلى الله عليه وسلم تشي في بذة مدينة وتي أمرن بولا أم في غنبرة بولا محمد صلى الله عليه وسلم في بلنش تكوايا أجر قبولي كرد وكو إما شون واعكين قبولي كرد سكيمة فقذوه لي بقرنو أيكين بحجيك إجل بيني خلقا لأنه تاب في غنبرك أوي تأيد كروا أجر إشوان أبو فحضروا وازي لبن دعا أمرن وازي لبن خلاص اشتكوا أبو كاتك الرويشنا خزمت في غنبر عليه الصلاة والسلام جنوب يابك زنايا عن كربو في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي تحديث قافا ما لا تجدون في التوراة في الشأن الرجم آية التوراة على الشأن الرجم آية تام في أناكل قالوا نفضعوا ويلجدون ويجلدون وتياني ما أبرو يعني تكينينو جلديان لأدين كابراي أقل أخويا عبد الله بن السلام وتي فكذبت إن فيها رجم وتي دروت كل بل اكتبك إما إن فيها رجم لسير زاني حكم كي رجمة أي بالآخر الرؤشن توراة يعني هنا فنشروها بعض ينكر فوضع أحدهم يده على آية الرجم لأنك عند سيخصص الآية كي رجم كدر نكبي كاتك أمري أن فيك الدس برزوكا قبول أن كدوت يعني والله رأسك أي بيشوى محمد صلى الله عليه وسلم إن فيها رجم والله رأسك أي رجمي تيايا وأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجمها يعني أمري بيانكر صلى الله عليه وسلم كبيبان رجمي كان وبريان رجمي يعني ينكر وابن عمر برك امام عمر رضي الله عنه لحديثه ترى افر من خوم لكاتي رجمك ابو كفياو كخوي دا بسجنك كبردك امبر خوي كويت وبرجنك الى اخر حديثك ترى بدو بتفصيل باسم كده اما اكو باسم كده اوي ردي رجم كاد الا وهو كافر رجم حار بلا اسلامي لكتبك الله سبحانه وتعالى للتوراة قديم ابو
اما لدانك تل خرافاتي ام جماعته الين او حديثك صلى الله عليه وسلم فرمي العين الحق شاو حق الين او كفر او قصد اصلا باطل او قصي خلق نعوذ بالله لانه حديثك حديثك صحيحه برزنا حديثك حديثك صحيحه او انا لين باطل قصي خلق او الشرك بأ الله او كفر او خرافات او ام جاوك باس مانكر الين نوج بهي شوازي قصر ناكره الا لحرب انا بديار او نجي اوان نجي سالم صلوان او نجي كباس مانكر وك شعاوة الداخل ببي بانك ببي قامت ببي الله اكبر ببي تحييت هلا هوا بوفعنا وصل نجي كيش توصل داخل عار هيت هيت ناوش يعني ناو نوج ام جا الين نوجي جمعة خرافاته فرزان ام بابت الزور مهمة فلما كان با استدلالكيان باس كم بوتان بوش يلا نجي جمعة باطلة سيري كان وكو باس مانكر لأولي بابتا قوم شيطان يكان ألين لروجا لروجا اشتك بناو نجي مانيا يعني ردي نجي نيوارو نجي عسرة كان ولنا ما خلق دروسي كروا لا اوان سي نجي واجبة نجي بياني ونجي مغرب ونجي الشو طوى لو زيادة لا نية اما بو نجي جمعة كآيتي لسرة فلما كان بقى تكانيش بينين سيري كان ما آيتي قرآن لسر نجي جمعة آيتي قرآن لسر نجي جمعة الله سبحانه وتعالى بصراحة لقرآن بيروزا أفلمي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى فرميت أيو كسانك إيمان هنا ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أجر من يلتانكر بونجي روجي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وازلا كرين وفروشتن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وازلا كرين وفروشتن بينا وابرون نجك تامكن أما لتأويل آية كالن شي سيري كان دائما لبن أما أم باس أكم كي وبزان وشي استدلالي أم جماعة أقلي أم جماعة فهم وبيرو باوري أم جماعة شونه خوي أنا لين قرآن مبينة هم مشتكتيا ديارة بيوسي بشرح محمد ناكا صلى الله عليه وسلم خوي أنين أعبو شوازة تأويل كن بو آية كان ألين شي ألين أما آتك الله سبحانه وتعالى وأفرمي شيطاني كان ألين لعصري بيشوا محمد صلى الله عليه وسلم خلق بياني أنا زو أروشتن بو إشوكار يعني دكان وبازار زو أكراو وي أوان ألين أم آيتا الله سبحانه وتعالى باسي نجي روجي جمعة كألين نجي بياني ما بصدي نجي نورا ما نية أوان وألين ألين برا الله سبحانه وتعالى في المقربان يلي تانك بو نجي روجي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع بين بو نجي وازلا ترينو فروشتن بينن أوان ألين نأو نجي بيانية ركعتك بياني نوجك بانجا ديال اوان بركعتي جنال برز نوج لا اوان نوجي بياني 45 دقه يا تو تعين لو 45 دقه نوجك تي بو شي وازك بس او دست اخر مشي داخل داخل انا بو شي واز اوان نوجك 45 دقه نوجي ني ورا مثلا 40 دقه اوا بتاج ما بركعتني لا اوان بهر ترتيب اوان ين اتك ابو شي واز التاويل كان الين لسدمي صلى الله عليه وسلم خلق زو الرشت مثلا ايش يعني اگر ما بس بنجي بياني بيم آيتا اگر ما بس بنجي بياني بي يعني بلا ويكا خور درك بلا آسمانا خلق بقسي شيطاني كان روشتن بو دوكان بازار بو كرينو فروشني مرومالات ومشتانا وعلي بويا بيغمبريان وازده هنا والله سبحانه وتعالى آياتي لسريان دابو زندو لسر صحابة وتويا ورن نوجكتان بكن ام جابرون بدواي مرومالات ومشتانا يعني اوان ين آياتك ابو شوازا فكيف إخوان بعقل إخوان بزعم إخوان ين تأويلي كان أما الدانيق لب تشوف ترين تأويله يعني تأويلي وان هي بوصل ما سبقني سلب بعد كان تأويلي وان هي يعني قناعتنا أن بإنسان الله أم جماعتي يعني بو فريق أقل يعني وصانع كان فلو نسأل نجي جمعة كأوان ألين خرافاته أصل أساسي يا معاذ الله وألين أم جاء لخالي بانزا هما الان چون جسی انسان جن به هیچ شوازه نروات لشه انسان او الان جن به هیچ شوازه نتوانه آزار و عزیت انسان بکه الان تنیاشتیگ لجن و اقاب انسان وسوسه ولا غیر وسوسه ولا غیر رد یه هم مشتکانه کنم الان جن به هیچ شوازه نروات لشه انسان او
ألين رقية خويندن عملك شيطانية أو شتانك صناعي خلق وخلق دروسك وأولا سبحان الله سبحان الله لخالي شانزهما ظالم ترين بشر لا أم جماعة ظالم ظل أبو بكر صديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا أزعم بوشي لا أم جماعة ظالم ظل أبو بكر صديق رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنواني ظالم وإنساني كي خين مجنا ومن ويألن قتال أهل الرديك الوا لروانجي شيطان يكانو مرتدنا كجرة لروانجي شيطان يكانو ألن مرتد تبدي بكجي استنادك بشي استنادك بم آية مباركة استنادك بم آية مباركة بلى سيري كان استنادا كان بم آيتا شيطانية كان إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد شيطانية كان ألين بالنسبة أم آية مباركة كالقرآن في روزاته ألين الله عز وجل باسي كافر كانك ألي هادو بو يهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا أها أعلي رأي إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألي الله سبحانه وتعالى فرمو يو كسانك كافر ابن ومشرك كان كفر كان هل كارك كان يا صابئين يا يهود يا حتشيك ألي الله سبحانه وتعالى وعدي داوك خوي لروج قيامة حكم قال بنيان تبوت بيك جي تبوتني في يعني أوهم آية القرآن في روز الله دكان ولا سب قتالي كافر ولا سب قتالي وكساني في كفر جن والمنا الله سبحانه وتعالى فرمي إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أجر يا تانكر أو كساني كافر ومنا تو يا كفر يعني كلوا فضرب الرقاب بل لجردن يعني جردن يعني ببران حتى كان جردن يعني ببران يا أوهم آياتك اللي سب قتال لسر جهاد لسر محاربة كردن ولا سب قتال كردن أهل كفر الرداء القرآن في روزا ها ميرد جنوب آياتهم على وتر الله سبحانه وتعالى فرمي إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى خوي وعدي لا ولا بيني أنا حكمه قاتوب ودنيا قتال يامكي وبويا أبو بكر وعمر بإنسان هاي خوين رج وخوين مجناس نعوذ بالله ويا لين قتال يانكر دوا ألين أبو بكر بوشي قتال أهل الردة كرو مثلا قال الروان جوانا أهل الردة مين مانعين زكاة بلا إما بأهل يريدن عيانا بين على بوش قتال يعني كده وبعض كات يعني دابي هو برزان لروانج شيطانية كانوا لروانج شيطانية كانوا هركسك كل الدنيا بيت هركسك كل الدنيا بيت إيماني بأ الله سبحانه وتعالى بيت ولو هرديني كبير بوزية هندوسة نصرانية يهودية جاورة جولكية كافرة مسيح هذا دينك هبت يكون إيماني بالله بالقرآن كان ألين دخل الجنة يوم القيامة ألين أروابه بحش روج القيامة سيريكا جوان جيوب قلمزان نلم شي دوارا شيطان يكان آخر سيري والله ينزل شو بسي شل صال لموبر شل دان صال لموبر أحمدي مفتزادي قوربقوري خبيثي مشركي الشيطاني دواكوتو الشيطان كاتي كم قصاني يقر خلق في في أكين أخر أحمد المفتي زادي طاغوت لمقطعك فيديو باسكا علي لينينو ماركسو نازام كي بفارسي جاء علي أنها محبوبان الله هستن در قالب مؤمن ودر زاهد ملحد در ظاهر ملحد هستن يعني بفارسي علي بكا أوانا محبوبكاني الله نالي وانا خوشويستكاني الله كافركان سردسي كافركان علي أو سردسي كافرانا هميان خوشويستاني الله عز وجل وتأويلك شيء يا علي وانا لظاهرة ملحدا أما لدل مؤمنا لدل إيمانيا بالله يا بو إلا تشل صلى ممركات قا أحمد مفتزادي قور بقور أم قصياقر خلق بي في أكين وتو كابرا علي شيء مثلا شون كابرا ملحدا ومؤمنيشا يا خلق أروش آياتك بو إينا وك الله سبحانه وتعالى فرمي لدل إيكا كفر إيمان جمعنا بدار ترتيب خلق بي في أكين إيسا جماعتك بناو شيطانية كان كسانك لشاشة تلفزيونة كان درك ونوكو أحمد منصور صبحي أيبن لشاشة تلفزيونة لقناتك الرسمية أيبن داني شنو قال يا
فيديو تسجيل كان محاضرية لقلاقة كان يعني شن بآلاف آلاف شخص يبيني دون قصة قرآنك يا محمد شحروري خبيث سيري كم رزان أولا لين هر كسي كإيماني بأ الله عز وجل حبيت تدل إيماني بأ الله سبحانه وتعالى حبي يا وراجولك يا مجوس النصرانية حركة حية حركة حركة قالين إيماني بالله سبحانه وتعالى هبي وقتالي تونا كواتا كافريك مسالم بي إلا دخل الجنة يوم القيامة قالين إلا روج قيامة رواب وبهشت دوبار يه استدلالك يعني مثلا نمرا شاشة تلفزيون كابرام المحاضرة كان يعني مقلتوا بو فري أقليو أو كابرا مجرية أو كابرا كشكش كارك إجلا أو بي أقلتري يعني دهن شو أعوات فانشايك أو سيريك أو إش خريقة أم استدلال باطلك إيسا باسي كمبوتان باسي قابل او خبيثا لسان ام بابتك باسيقا هي استدلالك على شي قليل الدنيا بون منحو مليار كس مرو جمعية حو مليار كس انسان لسان عرضي الله سبحانه وتعالى خريق نعجي قليل لم حو مليار كسا نسبتك يزور قليل للسجنايا بون منو مثلا دم مليون كس لحو مليار دكي سكاني عرف السجنايا بس دم مليون ريجيك يزور كما بنسبتي حو مليار على ريجيك يزور كما طيب الله لقيامتها آية عدالتي الله سبحانه وتعالى وكو عدالتي بشرنيا بشر عادل ترى لالله أوالي الله أقل للدنيا ريجي جرم جنايته فساد وفحشاء فريجيكي كما مثلا ده مليون لشاح ومليار ده أي شون لقيامتها أكثر أهلي زويل أوران الله مستحيل شتوانا كري الله ما في جواني دق وآيته فرمودية في جواني عدلي الله سبحانه وتعالى بل الله لروج قيامته أكثر أهلي زوي هنلا بهشتا والرجيك زور كم محدود قليل هنلا أوري جهنم أنا أقول كذا زور بيزور يعني هنلا بهشتا با ولو جاور بي بلو مجوسي بي ولو نصراني بي ولو يهودي بي ولو حرم ذهب دينك يا بي إيماني بأ الله بي الله هلا بهشتا الله هلا بهشتا أو عالم سيرك مرزان استدلالك يقر اشتكي باطل بون من الله سبحانه وتعالى القرآن الشريف فهمي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله آيتك هي تحريفة الله عز وجل فهمي أجرتو دعاكوتي أكثر أهل زبيبي يضلوك عن سبيل الله قمراتك إلا رجال الله سبحانه وتعالى هل آيتك كان يترى الله سبحانه وتعالى فهمي إيمان بالله نائرا أكثر أهل زبيبي إلا وهم مشركون إلا وأوان كافر أوان ين استدلال كان آيتك كان بميل إخوان أي قورن تحريف كان بيرو باورك اصلا يعني لشيوازي تحريف كردنو تاويل كردني اياته زور عجيبا بشيوازي تاويل يا انسان هذا لم كابله بطريقه عقليه والي اما مثلا بو تاويل يا ويك النصارى ومجوس وفلان وفلان انا بهشتا اعوى التاويل يا الله شلون الدنيا رجيكي كم لسجنا الى قيامه ابو نبي ايا الله بقي خلق عادلني او ينبخان تاويلاتي عقلي باطل ينبخان تاويلاتك اما دوباره لقصق وراكاني انا بلا إلا خالي حفدهما باسي بانو قامت ما نكرك بانو قامت يعني أوان أجدهم باس ما نكرك مرتد لا أوان ناكجرت ألان مرتد بودنيا بيكجيتو كابرا كيف خويا حرة دين قبولك قبوليناك يتدين أروات دران ألان بودنيا علاقتني بسيري وبهيشي وازي لخالي نوزدهما ألان زواج كردني كافر لقال مسلمانا لا بأس فيها عصلا وأبدا ألين زواج كردني كافر لقال مسلمان يا مسلمان لقال كافر لا بأس فيها يعني كلم خبيث أنا كمن جون قلت له محاضرة كان يعني ألين من لو كشكم مثلا دلي بتشيل كابرائك النصراني في أدم زور بسيطة بح كابراء نصراني بي يكون مسالمة يعني قتال ما ناكا شر ما لقال ناكا ألين من في أدم الزور زور بسيطة لا مشتك عادية ويوان لا يعني مهمية كا مسلمان لقى الكافر زواج فيها كافر لقى مسلمان زواج فيها على نزور اعتيادي وبسيطة هيك ربتي على عقيدة دينهم يا وعلى هاتك القرآن إيش تحريفه قال الله سبحانه وتعالى في المية ذلك حرمت على المؤمنين جوابي آيات نادنا وانا آيات بكيف يخوان قبول يعني لخالي بيستمع كافري مسالم بس ما كلك أوي سر بهار دين ومذهب ومسلك به يكون شرط دقل أنك على المسلمان وعلى بهشتا لروج قيامته لخالي بيستويكما بل باس يوان ما نكرك مصال ينتو بو زندانك دنيا و قيامت دخالي بسدوها هم خبيسانا لن چي علي جنهنان علي جنهنان بكيفي قوتا علي و آيتك الله سبحانه وتعالى فرمي مثنى وثلاثة ورباع علي والله سبحانه وتعالى خونين فرموتا چوار جنبينا سيدي تأويل باطلك
الله يخو الله عز وجل نيفر موتو تاتشوار جمينا بل آية تقافر مي مثنى يعني دوان دوان ثلاثة يعني سيانسيان ورباعة شوار شوار بينا الله دوان دوان بينا باب قابة الصا سيانسيان بينا باب قابة بيانصا شوار شوار بينا باب قابة هزار حلالة سلام الله سبحانه بويا جن هنا لروانجي أم جماعته على كيفك خذ راحتك وقارب أجي شوار صيني فانصيني هزارو سيصيني هزارو شصيني هزارو حفصيني جابوا أم بابته بو أم بابتي جن هنا استدلالاتي كي غلط باطل استدلال جاب هندك مسائل تاريخي كابري شيطاني باوري به تشكنيه باوري بالتاريخ مية يستدل بقى بالتاريخ علي فلان صحابه هو هزارو شوار صيني بوا فلان كذبوا لخلافتي أموية كان 1600 أنا جني بوا فلان كذبوا 1700 بوا فلان كذبوا 800 بوا فلان كذبوا 600 بوا بو إثباتي تأويل غلط وباطل قوي خوي استناد جاب فعلي بقسي أول صحابه أبو صحابه أنا أبو فنا بالله سبحانه حتى كاتك عاد كذا بزي أو كسانك زيادة اللي شوار جني أنا هبو في غمر صلى الله عليه وسلم أمري في أنك كان شواري بينه وبقى طلاق بس بو پیشوا محمد بو صلی الله علیه و سلم کج نکانی طلاق ندا اویش بو ی خزانه کانی پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم ممنوع علی گل کس کی تر زواج کین یای کی ایمان داران پیغمبر علی صلوات و سلام تابل داوزینی آیت کج نکانی هنا بو نند وای او بو اوش صلی الله علیه و سلم طلاق یعنی ندا بو ی جنه ک پیغمبر علی صلوات و سلام طلاق کی بدای کس بو نمو لگل ی زواج کیا یای کی ایمان داران کز نتو لگل دکی خو ی زواج دگیشتن ابو ی صحابة هبوا سبيه هبوا سبيه سبيه عبارة قرآنك أو ما ملكت أيمانهم وتام ملك يمين سبيه غنائم جنجي أفرتانك لشراء جيران هبوا سبيه هبوا بلام لتشوارجن وكمار برين والزواج دائم صحابة نبو لوزيات بلام أم خبيثانا يندروا كان افتراكا تهمتك نواء كيف يخوي وشي تيك عبرا بكيف يخوي بميلي خوي دروأكا هيتش تيا بسنيو أعبو شوار فرزان لا استدلال باطل كان وغلط كان أم جماعة هر تشكتان بيبلم هر كما براسي يكو دو سي وشوارو كنجني أبويا دسان أم جماعة كم خوشتي لوزيات القصركم أقر كسي كان لدى هاتوا لي بيابو تواناي مناظرة كردني هابو أوي محازرين إن شاء الله من تلفونهم حموشتكم ديالة بابي راب جيني لحزوري خلق مناظرة أكين با خلق قيل ما ببزاني كم من حقين وكم من باطلين أما سيري آية مباركة كان الله سبحانه وتعالى لقرآن الشريف شيئا فرمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب العالمين فرميتك يا أيها الذين آمنوا أيو كسانيك إيمان تانيناوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إطاعي الله بكنو إطاعي بيغمبرك بكن صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم لرابردوا باسي أولي الأمر منكم من كل دوك إطاعك الذن لا أولي الأمر منكم محدودة تنيا كاتك بما أنزل الله أمرك بإطاعتك والدليل قول صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري باسي حديثك معروف مانكر صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستعمل رجلا من الأنصار فأمرهم أن يطيعه إلى آخر حديثك كيابك كرب أمير بسر جماعتك صلى الله عليه وسلم نادي بوشيني كابرا فغضب عصباني بو توربو فرمي برن فاجمعوا لي حطبا برن دار موجموكن دار كان يان بوجموكن جاوتي آوري بن آوري أندا وتي أوقدوا نارا كريان بآور أم جاوتي أدخلوها برنا أوريكا فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا هندق للصحابة نار حدبون هندق تريان أقرك نروننا وآوريكا حتى أويكا أوريكا السردو فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فرموي لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف صلى الله عليه وسلم فرموي أقر برويشتاننا وآوريكا وكابرا أنصاري بوتاني بسكير درحاتن تان لو أوربو النبو حتى رجك قيامة الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف طاعة كذن لبيابك المسلمان تنيا لمعروف يعني. لا يقدر لمعروف توجلا بلا طاعة كذني أو أما باسي أولي الأمر منكم من كدولة راب دولة رناقر موصلي لإدامة آياتك الله عز وجل فرمي
فإن تنازعتم في شيء أجر لشتيك تنازعي اختلافك ناخوشيك ناكوتيك حتى بيني إيوا فردوه إلى الله والرسول سيدنا فردوه إلى الله والرسول أجر دينك إمتن ها قرآن بوات وفيويستي با بشوى محمد نبوى صلى الله عليه وسلم يا فرمودو كارو كردو أو سنتي بشوى محمد صلى الله عليه وسلم وحي نبوى الله سبحانه وتعالى لرا إرجاعي نادى صلى الله عليه وسلم ويأبي بالتناقض بقرآن قال الله سبحانه وتعالى بفرمي أيوة تنازعونا خوشي كان دل هل قرنوا بو الله بو بغمبرك أي كأجر فقط قرآن مصدر تشريع وجقل قرآن استناد بحكمه فرمودو أمر أوامري صلى الله عليه وسلم ناكري بوشي لأتك الله عز وجل فرمي فردوه إلى الله والرسول بل مشي أبي فرمي فردوه إلى الله خلاص فردوه إلى الله بل أتقاف منه فردوه إلى الله والرسول بل هل يرنبو الله بو في غمرك فراسي أتقاني الجارز دولة أقل أتقاني تريج بيني نولا سري باس فكينو توضيحي بدين كلا تشندين آياتا رب العزة أمرك أبا اتباعي صلى الله عليه وسلم لتشندين آياتا رب العزة أمرك أبا اتباعي صلى الله عليه وسلم لتشندين آياتا الله سبحانه وتعالى أمرك أبا كأويك أفرمي بوئي وأسوي حسنية صلى الله عليه وسلم دوائي كوان شاوي لي بروانن سيري كان بزانن شون حاصل كوتي كروا هايتا كان يجار دور بلان لا أخلو لبروك بابتك زور تولانينا بيطلا أم بابتتان بباسكم برزان بيغمبركاني الله سبحانه وتعالى زور لأنبياء هبون ككتبيان نبو زور لأنبياء هبون ككتبيان نبو بون مونة مثلا بيغمبر إلياس بيغمبر نوح عليه السلام كتبكي بيغمبر نوح چيبو مثلا كتبكي بيغمبر صالح چيبو صلى الله عليه وسلم كيف پیغمبر يونس صلى الله عليه وسلم چی بو زور لپیغمبران همون که کتیب یا نبو برزن آیا او کسانی که لعصری او پیغمبران جیاوه ببی کتیب پیغمبر که کتیبی نبو وحیه که دابزی و مباشر بو او پیغمبر برزن و شفاهی و تبوتا بقصا حکمکی الله سبحانه و تعالی باس کرو بو قومکی و انذار یعنی داو ترساندو یعنی لعذاب الله سبحانه و تعالی آیا اگر جماعت گوکو ام مشرکانی استا كبناء القرآن كان لبني خلقنا استعون من الله في الشيطان كان هر جماعتك لما نبون لو كاتي شافي غمرة كان يا نخز بدروه يعني وانت إيه وإلا دروه كان هو في ضلال مبين ولا ضلالة مبينة يعني هو دروه كان الله سبحانه وتعالى هيش تجدانه بزاندو أواني جوانه أواني كافر كاني زماني أو في غمرة بريزانش وأنا ود كاتك وحي كي إبلاغ كتيان في غمرة بريزكا يعني وانت دروزني مجنوني نعوذ بالله أنا أقربته يا الله دروزني مجنوني كذاب الله عز وجل هيك دانا بزان يلا برو اگر ايش ادامه بي بدعوته قد ادفجين سر تبرين قتال تكين يشد بو دروسك انو الم بلام اهلي خرد اهلي اقل اهلي درايته حكمته كسانيك ادواك وتوي الله پیغمبركين زور بواضحي وباشكاري بو يندرك بك دينك قرانك نازل بو تسل في شوا محمد لدو ايات على رابر دو على فيديو رابر دوكا باس معك اقراو كساني كان نيام بيني و فيديوكا فيديو رابر دوكا نبيني و داوان لكم دي روبرون فيديو اول جينا كببين انك باس معك الله سبحانه وتعالى فرميت كذكر كمان دانا بزان بوتو الا لتبين للناس الا لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون محمد صلى الله عليه وسلم اما او قران ما بوتو دانا بزان الا لبرويك تو تبينك بو خلقك شرحي كي وشيف كده الله سبحانه وتعالى عاقبت ما بخير كي وكل رابدوا لسر حمو منهجو في رقب باطلة كانت تسمكبو سكدن لسر أم منهجو باطلشم بوظيفي خومزانيو بوظيفي سرشاني خومزاني رابدوا لسر شيعي رافضة تسمكدوا لسر مرجئة لسر معتزلة لسر شاعرة لسر بناو أهل سنة وجماعة لسر سلفية كان لسر أو حمو مذهب باطلة تسمكدوا أما إيش دعني قلوا مذهب باطلية كجماعتك بناء الشيطانية كان لبيني خلق الناس راون فريزان أو كسيك عقلي بيتو دعا كوتوي قرآن وسنة بزور زور بأشكاري وبواضحي بيدر كده كم جماعة دروزنا كذابا منحرف نو دعا كوتوي شيطانا الله سبحانه وتعالى لخد بكان شيطان ما فارزي يا ربي يا الله حكمي خد لسر الدنيا حاكمكو لسوري إسلام شريفة بمانجينا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.